السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم جميعا المشاهدين الكرام أينما كنتم. أزول في الأول نيت ما استماع، فنواصل الحديث حول موضوع الربا. هو موضوع كبير وسيبقى دائما مطروح للنقاش هذا الموضوع، فتكلمنا في حلقتين وسنواصل الحديث إن شاء الله. لكن مع الأسف الشديد لاحظنا أن كثير من الناس لا يريدون أن يفهموا هم بأنفسهم، كثير من الناس لا يريدون أن يستخدموا العقل، لا يريدون أن يفهموا، لأنهم اعتادوا الجواب الجاهز، اعتادوا أن يسألوا الشيخ ويقول لهم نعم أم لا. لا نريد هذه الطريقة، الناس اعتادوا هذه الطريقة، يسأل عن مسألة ويقول له الشيخ نعم أم لا، افعل أو لا تفعل. هذا هو التحنيط، هذا التحنيط، لأن الشخص لا يستخدم العقل، يريد جواب جاهز يستعمله. لكن لا نريد هذا، هناك فقه زائد، هناك شحوم فقهية، ويجب أن نقرأ القرآن يعني بوضوح ويعني بطريقة سهلة وأن يفهم الناس هذه الأشياء. نريد أن يفهم الناس. لماذا؟ لأنهم خوفوكم، لأنهم فزعوكم بهذا الفقه الزائد، هذه الشحوم الفقهية. أصبحتم تخافون من القرآن، أصبحتم لا تقدرون على قراءة القرآن، أصبحتم لا تريدون أن تفهموا ولا حتى تحاولوا أن تفهموا، لأنهم خوفوكم. أصبحتم ترون القرآن فقط من زاوية العذاب الأليم، ولا ترونه من زاوية الرحمن الرحيم. يعني هذه هي الأشياء التي نريد أن نبينها، أن نبينها للناس وأن نوضح للناس وأن يفهم الناس هم دينهم وأن يفهم الناس هم بأنفسهم وأن يستخدموا العقل. وهذا يعني هذا لا نريد هذا التحنيط، لا نريد أن يسأل الناس عن مسألة ويقول له الشيخ نعم أم لا، لا نريد هذا، لا نريده. يعني يفهم الناس، فأنتم تقرؤون وتكتبون، حين تفهموا أنتم بأنفسكم أمور دينكم. لماذا؟ لأننا نريد أن نزيل هذا الفقه الزائد. إذا حذفنا الفقه الزائد فيعني الدين مفهوم، الدين مفهوم. وضربنا لكم أمثلة، فالله يقول لنا اغسلوا، يعني وهذا الفقه الزائد عنده 20 مجلد في الطهارة، كيف تغسل؟ ضربنا لكم بعض الأمثلة. لكن الناس لا يريدون، الناس أصبحوا خائفين من هذه الأشياء. لما قلنا بأن المرأة الحائض تصوم بدون أي مشكلة، لأن ليس لديها رخصة في القرآن، الناس لا زالوا متخوفين ولا زالوا يتنكرون. أنا قلت بأن الخطأ إذا دام يصبح حقيقة، لا نقدر أن نصحح هذا الخطأ. أمثلة كثيرة أعطيناها للناس، لكن لا يريدون أن يفهموا. فهذا موضوع الربا، البارح في حلقة البارحة تكلمنا بطريقة سهلة، ولكن لا أدري لماذا الناس، هل إما أنهم لا يشاهدون الشريط، إما أنهم لا يريدون أن يفهموا، إما أنهم يريدون أن يفهموا العكس، إما أنهم لا يرضون بهذا التفسير. وهذا أنا أرجح هذه، لا يرضون بهذه المسائل هذه. هكذا يعني الناس هكذا عاهدوا أن أصحاب العلوم الكونية لا شأن لهم بالدين. هكذا بنادم تحنط، بنادم تحنط، أنت طبيب، أنت مهندس، لماذا تتكلم في الدين؟ لماذا كان ابن رشد قاضي القضاة؟ لماذا كان ابن طفيل قاضي؟ لماذا كان ابن سينا في الدين؟ لماذا كان الخوارزمي يتكلم في الدين؟ لماذا كان الفارابي يتكلم في الدين؟ هذا هو التحنيط، حنطوكم. هؤلاء يضحكون عليكم. من المفروض أن يفهم الناس كلهم دينهم. البارح تكلمت عن الربا. إذا اقترضت من شخص وهو لا يعمل أي شيء وكانت هناك زيادة، هذه ربا. إذا اقترضت من البنك، يا بني آدم، إذا اقترضت من البنك فهذه شركة استثمار، هذا لا يسمى قرض، هذه شركة استثمار، هذه تحرك رؤوس الأموال، أنت لا تقترض من شخص، وهي كذلك يجب أن تربح معك وأنت تربح. والناس يتكلمون، يعني الآن البارح الناس يسألون، أنا عندي مال وأودعته في البنك والبنك تزيدني واحد الزيادة، نعم هذا حقك في الاستثمار، هذا مال حلال. أنت مثلا يعني وضعت إيداع 10 مليون أو 50 مليون، فالبنك يعني تعطيك واحد القدر زائد، هذا حقك، هذا نصيبك في الاستثمار، لأن البنك استثمر المال. الناس لا يريدون أن يفهموا، يعني لأن خوفوكم بالربا، لأن قالوا لكم بالربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، خوفوكم، ما لا تريدون أن تفهموا. نحن نقول البنك شركة استثمار، ليس شخص أقرضك المال يا سيدي. هذه الأشياء لم تكن في الجاهلية ولم تكن حتى لما نزل القرآن.
ولذلك قلت الربا الذي يتكلم عنه في الجاهلية حرام بالكتاب. الناس بدأوا يقولوا الفيد أحل الربا. لا سيدي، الربا حرام وسيبقى حرام، لكن أين هو؟ الناس لا يريدون أن يفهموا. هؤلاء يتلاعبون بكلام دكتور فايد. الدكتور فايد يحلل الربا، سيحلل الزنا. نحن لا يقدر أحد أن يحل حرام من القرآن. نحن قلنا الربا حرام بالكتاب، حرام قطعا لا نقاش فيه، لكن الربا حرام، وليست المعاملات التجارية. يا بني آدم الناس يفهموا، لا حول ولا قوة إلا بالله. الربا حرام، المعاملات التجارية حلال. أحل الله البيع وحرم الربا، لم يعد هناك ربا في هذا العصر. ليس هناك ربا يا عباد الله، بالمفهوم الجاهلية وبالمفهوم لما نزل القرآن. ولما نزل القرآن قطع الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وداروا ما بقي من الربا إن كنتم، داروا ما بقي من الربا، سمحوا في ذلك، لأن القرآن نزل حرم الربا، يجب أن لا يأخذوا ربا. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، للذين كانوا أقرضوا الناس وينتظرون الربا. لما نزل القرآن قال لهم لا، هذه هي الآية ديال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا عباد الله فهموا القرآن، الله يجازيكم بخير، راه حنطوكم، راه قتلوكم بالخوف. هاد الناس هادو فقه زائد. اقترضت من بنك بنسبة مئوية ليست ربا، لأن رؤوس الأموال تتحرك وتكسب المال، البنك عنده جهد وعنده مصاريف. الشخص الذي يقرضك لا يعمل جهد ولا ليس عنده مصاريف. لا يريد الناس أن يفهموا. ماذا نعمل في الأخير؟ في الجاهلية كان الشخص لا يعمل شيئا، جالس في منزله، تأخذ السلعة وتشترط عليك، تسمى القرض بالشرط. القرض بالشرط ربا، لأنه شرط عليك ترجع ليه 50% زايدة و100% زايدة و300% زايدة، أضعاف مضاعفة. هنا شرط عليك ولم يصرف عنك شيئا ولم يقم بجهد. لماذا؟ لأنه يحترف الربا، حرفته هو كيعطي للناس المال بالربا في الجاهلية. هذه المعاملات لم تعد. البنك يحرك رؤوس الأموال، البنك شركة استثمار، شركة استثمار، مؤسسة استثمار، ليست شخص. عند موظفين وعند مهندسين وعند مدير وعند كهرباء وعند حاسوب وعند ضريبة وعند تؤدي مصاريف تربح. نعم تربح، أنت رابح وهي رابحة، وحد الذين يضيعون المال يربحون، والذين يقترضون يربحون، لأنك ستشتري منزل أو تعمل مشروع. البنكة كيبقى لها واحد الفرق ما بين العائد، تربح معك كذلك. عند أموال كثيرة نعم، لأنها تعمل كثير، ولأن عند رأس مال ضخم، ولأن كل الناس يربحون معها. أين المشكل؟ هناك من يقول البنك يقهر الناس بالنسبة، النسبة لقرض السكن، وأن تصبح كذا وكذا. يا سيدي، البنك تحدد لك النسبة المئوية سنويا وتؤدي شهريا، فإذا لم تؤدي لمدة سنة طبعا ستتراكم عليك النسبة. هذا يسمى دين، هذا يسمى دين تؤديه للبنك، يدخل في الدين لأنك لم تؤدي واتفقت ومضيت العقدة وقابلت وتراضيت مع البنك. اقترضت 100 مليون، اشتريت منزل، قسمت لك 100 مليون، ترجعها على 20 سنة، 20 سنة تنتظرك البنك لتشتري أنت منزل وهي تمشي تطلب. أنا لماذا لا يريد الناس أن يفهموا؟ لماذا؟ البنك عنده مصاريف تؤدي الموظفين، وتؤدي الموظفين يعني راتب جيد، وعنده مهندسين يقومون كذلك بتقييم هذه المشاريع، يعني ويشوفوا تقدير، يعني تقدير المال للمشروع. إذا الشخص عنده مشروع كذا ويريد 400 مليون فاللجنة داخل البنك فيها مهندسين، فيها هما الذين يحددون القدر لهذا المشروع. ولو أنك طالبت 600 يعطوك 300، لأنهم هم يرون بأن هذا المشروع يحتاج 300، لأن عندهم خبراء وعندهم مهندسين. الناس لا يريدون أن يفهموا. أنت تتعامل مع شركة استثمار، أنت لم تقترض من شخص.
لا ندري لماذا لا يريد الناس أن يفهموا. أنا قلت إذا اقترضت من شخص واشترط عليك ربا حرام، إذا اقترضت من البنك يا سيدي بعقدة وتعهدت معه اتفاق يسمى البيع وليس الربا، عندك نسبة زائدة نعم تؤدي. لماذا؟ لأن البنك عنده مصاريف، ولأن تعمل معك تؤدي البنك لأنه يعمل معك، وليس شخص جالس في منزله ويعطي للناس الأموال بالربا ولا يعمل شيئا. هذا اللي كان في الجاهلية، ليس ليس ولذلك قلت لم يعد هناك الربا بالألف فوق الواو في هذا العصر، لم يعد، ليس لدينا ربا في هذا العصر، لأن كل شيء مقنن، لأن كل الأموال الآن تديرها شركات استثمار، ولأننا نتكلم عن مشاريع، وليس من قبل كان الشخص يقترض ما يأكل. نحن الآن ناس شارين منازل وشارين سيارات وعاملين مشاريع وشركات، ويعني هناك من استثمر بالقرض البنكي يقترض ويستثمر به. يا عباد الله ليس ربا. أنت لما تقترض لتستثمر، حتى لما تشتري منزل فهو استثمار، لكن ربح حتى منزل. لا، هناك من لا يريد أن يفهم. الأمور واضحة. أنا قلت كاين مشكل واحد، هو وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسورة، لما الشخص يطرد من العمل ولكن يكون كضمانة، حتى أن البنك هناك من اللي طردوا من العمل، هناك البنك تنازل عن رأس المال وعن هذه النسبة المئوية. في المغرب حالات تنازل البنك، ثم هذو اللي عندهم تأمين الموت تأمين الحياة، يتوفى الشخص هو عنده 400 مليون قرض، فشركة التأمين تؤدي البنك، وهذا يدخل في التضامن وليس حرام. التأمين تضامن، التأمين تضامن يا عباد الله، يعني حالة اجتماعية المجتمع يعيش هكذا. لما الناس يؤدون التأمين، أنا كان أمن سيارتي وانت والآخر والآخر، لسنا كلنا سنعمل حادثة سير، لكن واحد فينا سيعمل حادثة سير أو اثنين. القدر الذي سيأخذه إذا توفي أو شيء سيكون قدر أكبر من القدر اللي عنده هو في التأمين، ولذلك يأخذ من تأمين الآخرين. تضامن، يسمى التضامن تكافل، تكافل منظم عبر شركة التأمين. تربح الشركة؟ نعم تربح الشركة. لماذا؟ لأنها غامرت معك. لنفرض أن كل هاد الناس عملوا حادثة سير، فشركة التأمين ستؤدي للناس كلهم، يعني هذه يعني الخسارة، لأنها غامرت معك. فلما تغامر، المغامر في التجارة طبعا داخل راس داخل معك. يا عباد الله الناس يفهموا، الله يجزيكم بخير، يعني لما تتحمل الربح والخسارة أصبح بائع. شركة التأمين تتحمل معك الخسارة والربح. فالناس لا يريدون أن يفهموا، لا أدري لماذا، الأمور بسيطة وهم يعقدوها. الأمور أصبحت منظمة. أنا تكلمت عن البنك المركزي، تكلمت عن البنوك، وهناك قانون في البلاد، جميع البلدان عندها قانون. البنك لما تقرض الناس، تقرض الناس بواحد الحدود معين، وهذا أكبر شيء، هذا يدل على أنه داخل في البيع وليس الربا. الربا من قبل كان عشوائي بدون قانون، قانون الغاب. تعطيك مثلا مكيال قمح وترد له 5 مكيالات قمح، وإذا تأخرت 10، هذا هو الربا، ربا النسيء، ربا النسيء ولما تتأخر. فلا يريد الناس أن يفهموا، والله ماذا نعمل. لا، فيعني قبل أن نمر إلى الأحاديث المكذوبة، أحاديث مكذوبة، سنتناول حديثين فقط. الحديث الأول هو كل قرض جرى نفعا أو منفعة فهو ربا، والثاني الحلال بين والحرام بين. لماذا؟ لأنني تكلمت عنها في شهر 4 الماضي، وبدأ الكهنوتي يلعب بالكلام وعشان الحلال بين الحرام. نعم الحلال بين والحرام بين، ليس هناك حلال بين وليس هناك حرام بين، لازلت أقولها، وسنرى بأن الحديث مكذوب. الحديث مكذوب، لا أساس له، لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المسائل. كل قرض جر نفعا فهو ربا، لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب، وهو بريء من هذا الكلام. وكما وعدناكم في حلقة البارحة نتناول بعض الأحاديث كذلك التي أدخلوها في موضوع الربا، ولا ندري لماذا، يعني فالشرع واضح
وأحكام الربا جاءت في كتاب الله واضحة جدا، لا نحتاج حديث، لا نحتاج حديث في موضوع الربا ولا حتى في الأحكام الأخرى، جاءت في القرآن واضحة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وحدد المسائل أن نفهم النص وأن نفهمه بعلم وأن نقرأه قراءة علمية فقط. ثم هذه الأحاديث يعني سنتناول اثنين منها وسنتناول يعني اثنين غدا إن شاء الله، لها علاقة بموضوع الربا طبعا. فالموضوع الغريب أن هذا الموضوع الناس كلهم يحفظونه وكلهم يأخذونه على أنه يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلهم هذا يخافون من هذا الحديث، حديث كل قرض جرى نفعا أو منفعة فهو ربا، كل قرض جرى منفعة أو نفعا، كاين روايتين، كاين منفعة وكاين نفع، فهو ربا، حديث مكذوب لأنه جاء عن الحارث بن أبي أسامة في مسنده ورواه البيهقي فقط، ليس في البخاري ولا مسلم ولا يعني. فيعني لماذا نجد حديث في صحيح ما مثل هذا صحيح ابن أبي أسامة والبيهقي ولا نجده في الصحاح الأخرى؟ لماذا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث هو حديث قصير يحفظه الناس بسرعة، كل قرض جر نفعا فهو ربا، يحفظه الناس، فهذا الحديث هل نسيه الناس، هل نسيه الصحابة، هل لم يسمعه إلا واحد؟ لماذا؟ لأن هذا الحديث مكذوب ولا أساس له، وهذا هو الحديث اللي حرموا به نسبة القرض في البنك، هذا هو الحديث الذي وضعوا فوقه هذا الشرع وخربوا الأمة وتركوا الناس بدون منازل وعندهم أربعة الأطفال ولم يقدروا على شراء المنزل. لماذا؟ لأنهم خوفوهم وأرعبوهم بهذا الحديث، كل قرض جر نفعا فهو ربا، حديث لا أساس له وليس صحيح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشباب دخل النت وقرأ، يا الشباب أنت بنفسك قادر على هذه المعلومة، لماذا أنا آتيك بالمعلومة؟ أنا أعطيك فقط يعني بعض أشياء أساعدك بها، بعض المعلومات تساعدك، أنت قادر على البحث أنت بنفسك، وربما ستجد أشياء يعني أخطر مما أتكلم عليه. هذا الحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغريب التربعة الألباني، هذه جماعة الألباني ماذا تقول؟ تقول بأن هذا الحديث لم يثبت ولكن نصه صحيح، يعني نعمل به لأنه مهم. انظروا، أصبحوا يشرعون لأمهم وليس الله، شيء خطير أن يكون الحديث هم يقولون لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن نتناوله. ها شوفوا، انظروا التناقض، انظروا التلاعب، انظروا هذا الفقه الزائد، انظروا الشحوم الفقهية، الفقه الزائد لا نحتاجه. هذا الحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشباب، ولما نتكلم عن شيء الله يجزيك الله يرضى عليك، كروس يعني كروا يعني مسح، لما نتكلم عن شيء مسح، لأننا ما نأتيكم بالمعلومة إلا لما نسهر عليها الليالي، وقد سهرنا عليها الليالي في التسعينيات وليس الآن. فهذا الحديث هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى من الفقه الزائد، ويجب أن يحذف هذا الحديث وأن يمسح من جميع الكتب ومن جميع المقررات. هذه نكون واضحين، لأن ما تكلم عن الموضوع ليس لأنني أعمل فيديوهات على اليوتيوب فقط، لا، هذه يجب أن تثبت في المجتمع، أن تترسخ لدى الناس. الحديث الثاني كذلك حديث غريب جدا، حديث غريب هذا الحديث الثاني، يعني التلامذ اللي درسوا الرياضيات يعني لما نسألهم عن هذا الحديث هذا يعني غريب، لأن المتناقضات في الرياضيات هي متناقضات في الرياضيات، تعطيك لا شيء، يعني لما نقولوا يعني بلس وان ماينوس وان صفر، هو اللي في هذا الحديث. الشباب، أول عندك يعني بلس تروي وماينوس تروي، يعني ناقص ثلاثة وزائد ثلاثة صفر. هذا الحديث يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لديني. لما سألوا الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه في هذه الليلة، سألوا عن الربا، عن القرض البنكي، عن هذا القرض من البنك بنسبة مئوية، لم يقدر على الجواب وتهرب من الجواب. طبعا الشيخ الشعراوي لا يعلم شيئا عن البنك، الله يرحمه، فتهرب بهذا الحديث،
كيف تهرب بهذا الحديث؟ استعمل علم الكلام عند الباقلاني ولا باب الحيل عند أبي حنيفة؟ باب الحيل عند أبي حنيفة. الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه قال بأن هذه النسبة المئوية عملها من المتشابهات. الشيخ الشعراوي قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، وكاين رواية فيها مشتبهات، فمن اتقى الشبهات. الشيخ الشعراوي يقول للناس اتقوا الشبهات، يعني لا تعملوا قرض بنكي. فهمتوا الجواب ديال الشيخ الشعراوي؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. يريد أن يقول للناس فاتقوا الشبهات، يعني لا تأخذوا قرض من البنك بالنسبة. شتي الجواب؟ أنا قلت لك يعني تهرب من الجواب، لكن الحقيقة يا شيخ الشعراوي ليس هكذا رحمة الله عليك. أن الإخوة اللي دارسين الرياضيات، الطلبة اللي دارسين الرياضيات، خدموا العقل، خدموا العقل، الله يجازيكم بخير. العقل، العقل. الحديث عنده راوي واحد، عنده راوي واحد. اسمع الشباب، اسمع الشباب، يعني واستخدم عقلك، ويعني ويعني قم من التحنيط. هذا الحديث الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات أو أمور مشتبهة، هذا الحديث رواه واحد، هو اللي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد، عند واحد في الكتب كلها اللي أصحابه كلهم عجم، بن ماجة والبخاري والنيسابوري، هذا مسلم، كلهم عجم. فهذا الحديث سمعه شخص واحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان يكنبي أبي عبد الله، اسمه النعمان بن بشير، أبو عبد الله النعمان بن بشير هو الذي سمع هذا الحديث لوحده، يعني ولا أحد من الصحابة سمع هذا الحديث، هو لوحده روى هذا الحديث. تعلمون من هو هذا؟ يعني النعمان بن بشير هو أول مولود ازداد، يعني بعد الهجرة، لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هو الذي أتت به أمه. خاله أظن أن خاله أبو رواحة، أظن أتت به أمه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حنكه بالتمر ودعا له. هذا الولد هذا اسمه النعمان بن بشير، وكان يكنونه بأبي عبد الله النعمان بن بشير، كان صحابي جليل، يعني هذو أصحاب الحديث، هذو الذين يعلفون العلف، يعني صحابي جليل حنكه الرسول، يعني لماذا يقولون لنا هذه القصة؟ يقولون هذا ذاك أول مولود من الأنصار بعد الهجرة، وحنكه الرسول ودعا له وأخذه في يديه وكذا. لا يعني انظروا العاطفة، 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 دائما يستخدمون الألاعيب العباسية للعاطفة. اسمع الشباب، هذا النعمان بن بشير كان عمره 9 سنوات لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، كان عمره 9 سنوات لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول لم يقول هذا الحديث وتوفي، قاله 3 أو 4 أو 5 سنوات قبل موته صلى الله عليه وسلم. كم سيكون عمر هذا الولد؟ 6 سنوات 5 6، يعني الأرجح 5 6 سنوات. هو هذا الولد، هذا يشير، هذا لوحده سمع الحديث وتذكره وأخذه عنه الناس، ويقولون صحيح وحديث وكذا وكذا، الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهة. تناقض رياضي ماتيماتيك خطير. لماذا؟ أنت تقول الحلال بين والحرام بين، لما قلت لي بين وهذا بين، لماذا بينهما أمور مشتبهة؟ إذن ليس بين. نعود شباب، أعيد، هذه رياضيات ماتيماتيك، لما كانش اللوجيك، لما كانش المنطق، ماذا؟ أنت قلت لي في الحديث اللي كذبتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الحلال بين، معنى بين، بين معروف، والحرام بين، يعني معروف، ولماذا تقول لي بينهما أمور مشتبهة؟ إذا لا الحلال معروف ولا الحرام معروف، ثم لماذا تقول لي فاتقوا الشبهات؟ لماذا أتقي؟ ما هي هذه الشبهات التي أتقيها؟ ما هي؟ غير معروفة يا عباد الله. إذا نص الحديث لا أساس له، ولا فائدة له في المجتمع، ولا دور له في المجتمع، وكلام فضفاض، ولا يعني لا أساس له. الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. إذا كانت المشتبهات بينهما، يعني ضربتي الحلال في الصفر وضربتي الحرام في الصفر، ضربتي هذا في الصفر وهذا في الصفر، يعني بقى تعيد المشتبهات، لأن الأمور كلها مشتبهة،
أصبح الحلال ليس بين والحرام ليس. لما قلت الحلال بين، طيب الحلال بين جيد ماشي معك، الحرام بين نعم جيد صافي كفى، هل حلال هل حرام. لما قلت بينهما أمور مشتبهة خلطتي لي كل شيء، خلطتي. أتمنى الشباب يكون فهم، أصحاب العقول وما اللي غادي يفهموا، أكيد أصحاب العقول سيفهم. هذا الحديث لا أساس له، هذا الطفل الذي سمع لوحده الحديث وهو 6 سنوات أو 7 أو 5 لوحده سمع الحديث، ولا أحد من الصحابة أين كان هذا الطفل لما قال الرسول الحديث، هل لم يكن معها أحد، هل كان معها هو لوحده؟ شيء من العقل والمنطق. راهم ضحكوا علينا هذو اللي ألف واتشي في الدولة العباسية، راه والله ضحكوا على الأمة، أنا أقسم لكم والله لا ضحكوا على الأمة، والله لن يضحكوا علينا، لأنهم ما قدروش يضحكوا على ابن طفيل وابن سينا والخوارزمي والبيروني وابن الهيثم، ما قدروش يضحكوا عليهم، ويريدون أن يضحكوا علينا نحن. ولذلك همشوا أصحاب العلوم الكونية، المهندسين والأطباء وأصحاب العلوم الاقتصاد، هذه همشوهم لأنهم لا يعرفون شيئا في الدين، ويحسبوننا أميين. شيوخ السعودية يحسبون أصحاب الدكتوراه في الرياضيات أمي، سولهم يعني، راه والله لن نتركهم هكذا يضحكوا علينا. هذه الأحاديث مكذوبة لا أساس لها، كل قرض جرى ربا مكذوب غير ثابت، والحلال بين والحرام بين لا وجود له، كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الطفل لوحده سمعه. ها عليهم الشباب، خدم العقل، استخدم العقل، وهذا الحلال بين والحرام بين، وهذا كل قرض جرى ربا هي اللي شرعوا بها، هي اللي شرعوا بها الناس، وتركوا كتاب الله. أما أحكام الربا في الكتاب نفهمها، لا نحتاج تأليفات الدولة العباسية، لا نحتاجها بالبتات، فلماذا يريدون أن يضحكوا على الأمة؟ لماذا؟ أنا قلت في حلقة البارحة لم يعد هناك ربا بالألف فوق الواو. الناس غادين يفهموا معنى الألف فوق الواو، ربا الجاهلية، الربا الحرام، الربا الحرام لم يعد في مجتمعنا. لماذا؟ لأن المجتمعات تتطور، والحمد لله أن الحمد لله الآن المجتمعات الآن منظمة، عندها قانون، عندها قواعد، عندها مسائل، عندها تجارة، عندها معاملات، ليس هناك شخص يقهر الناس يعني يقرضهم المال وشرط يشترط عليهم، لا يوجد، لا يوجد لا في الجزائر العاصمة ولا في تونس العاصمة ولا في الرباط ولا في الرياض ولا في القاهرة. يعني شخص جالس في منزله لا يعمل أي شيء ويتاجر في الربا، يشترط على الناس ويقرضهم ثم يرجعون له هذا، لا يوجد هذا الربا، هذا لا يوجد الآن. للآن يجب أن يناقش هو، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسورة. لما الشخص يقترض ويعمل فايت، يعمل إفلاس شركة، أو شخص يقترض ويطرد من العمل، يعني العجز، يعني العسرة، لما يكون شخص لا يقدر، هنا هذه لتناقش فقط. والله سبحانه وتعالى يقول يعني وأن تصدقوا خير لكم. هنا يعني البنك يجب أن تكون عنده واحد المسطرة مرنة لينة مع الناس فقط فقط. أما ليس لدينا الآن أي معاملة تدخل في الربا، ولا معاملة واحدة، وأنا يعني بالحاسوب درس جميع المعاملات ترانزاكشنز الآن في العالم، لا توجد معاملة الآن تسقط في الربا كما كان في الجاهلية، لا توجد. جميع المعاملات الآن، والنساء لا زالت تسأل هل ممكن أن أشتري منزل، ما تكلمنا يا سيدتي، تكلمنا البارحة وفصلنا بأنك تقترضي من شركة استثمار وتشري منزل لأطفالك، ويعني تؤدي لهذا البنك بعد 15 سنة أو 20 سنة. يعني ما يعني لماذا يسأل الناس لماذا؟ فغدا فأمور إن شاء الله نتمنى أن نوضحها أكثر. حلقة غد كذلك سنتكلم، لم أجيب عن الأسئلة، إن شاء الله حلقة غدا نجيب عن الأسئلة، لأن عملت مقدمة طويلة، ولكن يجب أن يفهم الناس هذه الأمور. تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.